وقل رب زدني علما. السؤال بيقول: فضيلة الشيخ، هل هناك علامات تدل على أن العبد قد أدرك درجة التقوى فيستمر على طريق على هذه الطريق، أم هي درجة لا يعلمها إلا الله؟ هناك علامات بلا شك، من تعرف من نفسه أنه سير على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والاستقامة على هذا الدين، من تعرف من نفسه ذلك وأنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه مجتهد في طاعة الله وترك محارمه وفي كسب الحلال، فليعلم أنه من أهل التقوى في هذه الحال، وليشكر الله وليسأله الثبات على دينه. ومتى عرف أن عنده شيئا من التقصير كأكل بعض الحرام، كتناوله بعض الربا، كغش في المعاملة، كذب في المعاملة، يمين كاذبة، قطيعة رحم، غير هذا من وجوه المعاصي، فليعلم أن هذا التقوى وأن هذا الإيمان ناقص وأنه يحتاج إلى ترقيع، فليحرص على الترقيع بالتوبة والاستغفار وترك ما يخالف أمر الله. وبهذا يعلم المؤمن، يعلم العاقل أنه في هذه الدار لا يزال أبدا في مد وجزر، لا يزال أبدا في مد وجزر، في نقص وزيادة، في ضعف وقوة، أبدا أبدا حتى يلقى ربه، هو على خطر. فليحرص أن يلزم الخير ويثبت عليه غاية ما يمكنه، لعله إذا أدركه الأجل فإذا هو على حالة كمال لا على حالة نقص. الله المستعان. نعم.